وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم أو يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا يوم. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين في فاكهين بما آتي فاكهين بما آتاهم ربهم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوف متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما من عمل من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمدتناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، تنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبدي ما أوحى، ما كذب الفؤاد وما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عند جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى،
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيتم الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وإن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وإن إلى ربك المنتهى وإنه هو أضحك وأبكى وإنه هو أمات وأحيا وإنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وإن علينا النشأة الأخرى وإنه هو أغنى وأقنى وإنه هو رب الشعرى وإنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلي صلي استوى اعتدل الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. واضح إنك تدور كلمة وتقولها. تدور كلمة وتقولها. تعال. ما عندي شيء. أكثر من الصلاة على النبي اليوم جمعة يا عيال. ود من اللي يقول وش الصلاة؟ ولا جاك مكيف؟ أسمع. طيب
بكره لازم كلنا نصلي الجمعه. اي اليوم ترى بنرش الماء لا حد يزعل. يا عيال تكفون نبي نملى الباص كل النسخه. لا نبي نفلم نبي نفلم نصلي ونعين الله خير نفلم. تسمع شلون جيت حشرت نفسي؟ ضعت من الضعق وجيت ورا بعض. شفت يوم جيت قاعد جنبك صلي جنبك ايوه وانا حشرت نفسي ايوه لو برا راح اصلي في ذمتك جنبك يا محسن. لا تقول كذا يا محسن والله العظيم ما فكك. لا تقول فيني طبايا شينا هي حياتك وانت لونها بصفاتك. ادرى وين لا ذيب طلبه يا ذيب الرجاء طالبنا لا 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 ذيب 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 ذكرنا اي فهم خلاص ابشر يلا اي يلا بلعب فيها يلا بلعب فيها يلا بلعب فيها يلا هات 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 عيد عيد هاي مره ممنوع عيد هي هين هذا اخر مره يلا طيب ومتى اول مره لا لا هي ذيب علينا نقص انه من خصومات امشي امشي والله انك انت بلد انا مو بجاي من خير خلاص يلا قوم هاي العباطة اللي فيكم شباب انا في بالي العب شفينه يروح الوطن طنج صقري صحه رحاك صقري ديب 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 انت بالصقري حالك لا لا الله وش حياك الله والله جبت حد حذيانك عند سريرك هذه حذياني ولا حذيان من؟ هذه حذيانك اللي عليك هذه؟ خلاص هذه ودها هذه حظ ظني حقت محسن اي روح ودها بيض الله وجهك وجعل عمرك طويل انا اخوك وجهك ابيض والعلوم العلوم طيب اتحدث وين وين نمت فيها انت؟ في السرير سريرك ما غيره؟ لا لا سرير الجيران؟ ايه يا الله بالعافيه الله الله وش بي قاعدك يا ذيب؟ قطو المنتجع ان شاء الله صبعك صبعك اوف يا كثره اقسم بالله بس عبار وشو؟ الحاله حرام يا اخي فاتحين مع احمد ابراهيم حاله على الصباح اي نفوس ما شاء الله قوة سبدك يا ذيب بل ما لا ايش دش والله انا افضل ما اعرف والله ما جاب اكل معك سبحان الله علق قلبي يا زين ترى يعني زين وين اروح؟ فوق الهنقر يعني ولا وين؟ يا رجل ايش السالفه؟ يا رجل ايش السالفه؟ والله يتوقع اللي عنده خطه عنده خطه اللي يطلع عنده الصوت هو اللي لا صوتك تكلم يا حسن بام بام يا رينا بام بام ما في شيء تكلم عنه لا بلا 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 تكلم يا ذيب يا لا ما ما يلا بيوم جديد قم قم قم
صقري الثانية خسرنا أديب لا تخسرنا يا ولد أخجار والله ما أدري عنك يا رجال والله حسون تعال تعال بروح انا وياك تعال فاتحين حلا والله كذا حس الخبازين كذا الصباح دائما صباح يا رزاق يا كريم ابن عنده صوت المؤذن ابو الحاره دائما دا احد قال يا رزاق يا كريم يا فتاح اتذكر ابو الحاره ابو بدر ابو بدر جازت لك السالفه عاد انت وينك وين ابو بدر لا انا ما عندي الا بدر واحد بس يا رجال ولا حتى نص بدر ما عندي بدر واحد ابوي الله يطول في عمره خال عنك انا اتكلم عن ولد مو بدر لا ولد ان شاء الله انه بعدين ان شاء الله بيجيبها الله بيجيبها الله على طالبة ولد صغير شوف الحلقة ده اسمه ترف لا 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 غلط والله ترف لا ما له علاقة على طاري ولد بهذا الحال اسمه ترف انا بعلمك ليش يعني ولد صغير وترف يعني ترف بنت اخوي صغير عرفت بنت اخوي خالد بسم الله عليها اسمها ترف ربطك للمواضيع جدا جميل والله جداً. اتم على هالسالفة على هال ايه ايه بعذبك كذا حسون والله اقول نبيه اسمي رايح هناك ود انك ما عودت صح؟ ايوه لا لا فيك الخير البركه يا ابو بدر حبيبي يا ابو قاسم ما شاء الله هذا وش فيه هجه فيه من ذا بدر؟ ايه ما شاء الله من شكل بدر مساكين يدور له خبز والله انه مثلك نبي لنا خبز ايش فيك اليوم مو بحول ال بدر بنشدك امس تقهويت مع محسن افا اسالك تروح ما معك مايك ايه مايك اهلا لك يا النكبه يا رزاق يا كريم يا كريم ويا فتاح يا عليم يا عليم الله الله ربي مقسم الأرزاق على عباده واللي يحمد الله يرزق زيادة ربي مقسم الأرزاق على عباده واللي يحمد الله يرزق زيادة أي والله ما خاب من يرفع كفيه للمولى كل من صبر ربي بحقق مراده كل من صبر ربي بحقق مراده وي يي 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 ويا رب تكشف عنا الضر والبلوى الخير بيدك واحنا بيدنا الدعوة باسمك وذكرك اصبحنا وامسينا نرجو الرضا ويا رب تكشف البلوى نرجو الرضا ويا رب تكشف البلوى يا اخي يا اخي يا اخي على طاري الشكر مش يا اخي والله العظيم اني كل ما ابوي كل ما نعم كل ما والله العظيم احسون اسلم اسلم والله يهون ابراهيم اسلم اقول كل ما الواحد والله العظيم كل ما الواحد شكر ربه والله يا ربي بيعوضه هذا اللي ما كذا كذا ذيب ذيب بيجي الحين اقول لكم والله العظيم كل ما الواحد شكر ربه على شيء سواه وكل شيء مقدر لكم ومكتوب لك من الله سبحانه وان شاء الله انه خير يعني لك انت يا الانسان هذا فالحمد لله كل ما الواحد سوى شيء ولو انه يعني بعض الاحيان الواحد يسوي شيء يقعد يجتهد فيه ثم يجي عكس اللي هو يبي
يشكر الله سبحانه والحمد لله ربي يمكن ما بغالك الشيء ذا، لأن الشيء ذا يمكن شر عليك، يمكن ضرر لك، ما تدري. فالخيرة فيما اختار الله، الواحد كل ما بين الحين والحين الواحد يشد حيله في الأمور. أنا قلت اللي يبغى ربي، كان يبغى ربي يوفق فيه، سواء كان صلاة، سواء كان صدقة، سواء كان بر والدين، سواء كان طاعة بشكل عام، فربي بيرزقه. كل ما رزقه ربي يشكره وربي بيزيده، ولا إن شكرتم لا أزيدنكم. فالواحد كل ما أنه شكر ربه، والله أن ربي بيعوضه خير وخير وخير وبيزيده أضعاف أضعاف اللي كان يتمنى وزود. هذا مثل اللي قل الرجل اللي كان زمان ما صليت بالمسجد. ليه؟ أنا؟ إيه صليت إمام فينا. لا بشتر. والله من زمان أسلم. صح صح؟ لا أبد يعني. لغمت فهمت؟ شو اسمه؟ ذكرتني في قضية أو في قصة كان بين الملك والوزير. بين الملك والوزير يمجي على جنب. يا أخي والله تقول طفل. صقري. أنا أشهد أسلم. فهذا الملك عنده وزير، والوزير هذا دائما من تحصل مصيبة ولا مشكلة قال خير إن شاء الله، طاح أحد من فوق قال خير إن شاء الله، انكسر أحد قال خير إن شاء الله، الله رزقه فلوس قال خير إن شاء الله، الدنيا في كل شيء يصير له خير. قال خير. بعض الأحيان بعض الأحيان أدقق الحين بخليك تكمل سالفة بس على الدزة بقولها حلوة ذي على الدزة. ركز. في ناس يعني بوقت اللحظات يعني يكون خلاص فاقد عقله، فهمت؟ وصل لمرحلة إنه فقد عقله فما راح يقول كذا. وصلت كمل. هو صح، بس انه للي يعود نفسه حاول بين كل فتره وفتره تقول اني انا اخطيت، فاني احاول اني اعدل، مو تستمر على هالخطا. هذا هذا المشكله. حلو، هذه النقطه اللي بك تقولها هسه. المهم صايك فينا وانا افكر بعقلك. فهذا الوزير كل ما قال له شيء قال له خير ان شاء الله، جاء له امر زين قال له خير ان شاء الله، جاء له امر زين قال له خير ان شاء الله. طبعا الملك مطنقر من حاله هالوزير هذا، لكن ممشي للوضع. جاء يوم من الايام جاك احسب الملك اللي يقول طلع وزير. لا الوزير. يا ويلي من الملك. ايه المهم جاء يوم من الايام الملك اصبعه مقطوع، اصبعه الصغير مقطوع. حضر الردي. ايه شافه الوزير ايش قال له؟ ايش قال له؟ قال خير ان شاء الله. يا سلام. يا ويلي. اصبعي مقطوع وانا الملك وتقول لي خير ان شاء الله، وين الخير في قطعه اصبعي؟ قال تدرون اسجنوا هالوزير، هو بروحه غاثني من قبل. بسم الله عليك. دخلوا في السجن. سجنوا الوزير. طلع الملك في رحله. قال خير ان شاء الله اني سجنت. ها؟ ما قال خير ان شاء الله اني سجنت. قال الوزير يوم دخل السجن قال خير ان شاء الله. يقول والله يا هوني نرفز. حتى الدخول السجن قال خير ان شاء الله. يسلم. لما دخل الوزير وطلع الملك اللي هو رحله صيد، في احدى الاماكن اللي راح لها شاف مجموعه من الناس ومن القبائل طبيعتهم في التقرب لالهتهم انهم يذبحون البشر، زي اتوقع الهنود الحمر. من يبقى كذا؟ من يبقى فيهم؟ اي كذا يتقربون، طبعا مو من القبيله نفسها، من شخص خارج القبيله. وصل من البشر. حلو. شافوا الملك امسكوه وصادوه. حلوين. صادوه وقالوا هذا اللي بنقدمه ذبيح الالهتنا، ولكن احنا عندنا دائما الذبايح لما تجي تقدمها لازم نقدمها. الملك رايح لحاله. اي مع جنوده، بس انه الظاهر انه نحاش وخوش جنود عنده. اي بيض الله وجههم ما قصروا. الله العظيم. وافيين الرد. انا لما اني صرت ملك. ايه هذا لما انك صرت. والله هي بالاحلام. انا خلني اصير رب بصره بعدين نتفاهم. اسلم. انت امسك منظم هنا ولا؟ اه يا جرح قلبي واه مطفى. المهم وش جاك؟ ايش جاك يا مريض؟ كان خليت تحدي الصعاب هذا، قلت اقربها وها وش مفادك؟ اما يا رجال الحين معادي بيلها تعال يوم كانت قريبه انت بعدتها جعلك العافيه. نط 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 بس امانه تكبني معك بالمايك. والله هو اصلا يدي كذا. اما الحين نط من ذلح من هنا بيغدر بعد. ما صراك بس انتبه من 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 الحديد ذاك، تكفى انتبه. ايش اسوي لك؟ انط معك يعني بالمايك؟ ها؟ هو دحين منفس يوم هو واقف هناك. ذكرني بخميس العور ما يقرب من حد. عقب خميس العور ما عاد شفنا خير. كان يقرب صح؟ لا الماء
يهوش لك. اي والله هي. والله يقرب. يعني بيشرد. سم بالله. غير نطفي النص منعني من حافة الداء. منعني من حافة ال رح سم بالله. ها قرب مني قرب قرب. وقف وقف هناك بجيك بجيك. تكفى يا ذيب تكفى يا ذيب. تكفى يا ذيب المايك تكفى يا ذيب. اللي بيغرق بيغرق. اغرق اغرق اغرق. ما بيغرق والله. والله ما يغرق. ها جد فتك. تكفى يا ذيب تكفى يا ذيب. لا تتحرك. استعن بالله بس. استعن بالله. العصا العصا. قلبها قلبها. قلبها قلبها. هدوء 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 هدوء. حتى العصا راحت. قلبها قلبها. والله شيء يروح. والله صار صحيح اللي بالتلفزيون. بس يلا هون الوجهه. انا هنا. الوجهه. يا كرهي للماء البارد يوم. الوجهة شرق. والله صحيح اللي في التلفزيون. بس بس كيف احول؟ كيف الف؟ خلها جت. اي لفيت 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 لفيت, لفيت. ها مع جهة واحدة. اوه يمكن خميس يبي يروح معنا. يلا دف. والله قلت خميس في الطريق. ايوه دف. لا لا لف كذا. ايه صدمني. يلا انت روح. احنا الحين صار 100 عندي. انت من عندك عشان يلف يمين ونلف يسار. ايوه. يا دمنا زين والله. اريح ما تروح عليه. مو بكذا يا هدس ما بارد. تكفى يا ذي. استكنا استكنا. توقع توقع. واحد يتحرك بس. واحد يتحرك. انزل الشباب. تكفى توقع. دف 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 سحب. لا عكس انفضح. دافع محمد. هلا بك هلا يا هلا لا يا حليفي يا والله. والله يا اخي زين الله. تكفى يا ذيب. حتى طحت انا والله. لا ما طحت الا هنا. تركت المنتج ما طحت. اي المايك يشتغل ولا لا؟ روح كشغل. ذيب طحت به؟ ذمه. اي والله روح شوف. والله غدر بي. تكفى يا ذيب. يبغى يسوي فيها الا لا. ذيب تدفع 10 لها؟ ذمتك يا ذيب. بعد جاء في حسابي طول حياتي 10 لا عشان ابدا. الله يهديك. ها بس لازم اغير الحجار. غير حجار قلبي. حط حجار اللي معك. الرجال المساكين طاح في لا لا عادي فعلا. طاح في ذا النافورة. بس هو لازم من جهتين. مش من جهة. من جهة يلف. عمّا
والله انها اريح مركب انها القارب. أيوة. شوف كيف ينظرون افكه. والله انها اريح شيء. لا هذا ايوه لا عكس يا حبيبي عكس. يا عيال لازم تغيرون مكان. عيال لازم تغيرون مكان خرفان. يا من هنا. لا ها يا مدير. ايوه يا سلام عليك حلو لما تركز. ايوه كذا الحين تقدر توزن. ذيب نفس الحكايه ذيب. صدق اي أيوة والله حطيت حجاب. اي والله انا حاطه حجاب. طيب وده داخل وده داخل خله يشوف بسرعه. بسرعة لا لا اشتغل اشتغل نصاب اشتغل. هذا وش اللون؟ شوف شوف اي والله يشغل شغل. اي خلاص طفه طفه. لا شغال يا دقيقه دقيقه صلع يطقطق يطقطق شغال يا اخي يا اخي يطقطق انت. يلا بس يلا هذا وش؟ عرفت الحين ما عاد اصدق انوار اصدق بس ابراهيم. الله يسلمك. الو الو شغال 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 وتكال حمد اللي يدور 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 على وجهي شباب المال كذا يستشفون كذا ينشفونه ويضبط زين ويوم من الايام لا بك هلا يا هلا لا يا حليفي يا ولد الوضع زين شغال ايوه نشفه نشفه بس ايوه دف نشفة انت بس حط على استشوار ولا لا اللي تستخدمونه كل يوم حابب شيني ايش رايك نحمل بعض الطبي ونذبح ذبيحتنا في القارب ايش رايك اقسم بالله كذا تحس انك سندباد شو بس حياك الله مرحبا ولا مسهلا واصلينك واصلينك انت تقول تاكل انت تعالوني ما ادري ايش صار تعالوا تدري ايش صار وش صار اذا ولد معنا مايكات لا احد يقلب خلاص راح بالمايك في الماء لا معي مايك تعال جيب 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 انا جيب العصا اسحبك خلنا ننزل لا والله ما تنزل والله نطيح والله ما تنزل ما تنطيح كله ما تطايح انت وراسك ما تطيح ما في وزنيه وربي يلا حد يغرقني ترى ولك والله ما في وزنيه تعال لا في وزنيه خلاص خلاص يذيب لف يمين خل حنطرف هذيك في يمين يذيب دقيقه ها ها انا بلف انا بلف بلف ها وش اللعبه الحلوه يا ولد بدجات صبر صبر يا فيها استرخاء لا اله الا الله بسم الله اخو نوره اي اقول لك ما في وزنيه جالك العاب دخل الماء دخل الماء اطلع هذا الاول ايش هذا منه يا ولد يا بنيف المايك لا يا محمد تكفى قلنا لك مايك يلا هذا الماء تجمع هنا لا والله ابغى يطيح محمد انا بطلع لا لا ما تطلع لا الماء اللي اما ثلاثه هنا ما قد صارت هذا حق والله انا المايك 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 يا محمد ما عليك ابي يعقوب جيب المايك محمد جيب المايك انا طالك طالع جيب المايك المجمع الثاني جيب المايك يا محمد طايح طايح الله يعقب شر بس مايك ولا بدون مايك يجي شفاف تبي مايك ولا بدون مايك شفاف ولا عينه لا والله بدون مايك يلا لا والله يلا وجه مشاعر شهد انك زبلت وخاب الله بك حي والله هذا العين يا ولد يا ولد زين نسخه ذي ارحب والله العظيم انه خلاص جيت هو شغال جيت عصام طلع لي حق المايكات قال شغال هو شغال خلاص انتهى المايك يقول مجرد ما يدخل فيه ما خرب يقول الصوت حتى ما يطلع عندنا ولا شيء يقول خلاص انتهى اي والله اني انا انذرك اني انا انذرك اقول يا ذيب يا ذيب يا ذيب تروح تطبر في الماء والله غدرني غدر بك احسن تستاهل وين؟ ايش اسمها؟ رائد هذه هرافة ايه ها؟ يلا يلا وكل هرب له اسم بعد في ذمتك اي والله في واحد نعود البارح بحوى خميس في ذمتك خميس العوى ولد انا بغيت خميس العوى ولد في واحد امك يا طافك اوح سلام انا فلان يا ولد لانك تلعب كورة ما جاتك صار اوه يا رجال تكفى يا ابراهيم عطنا 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 اسمع ناس تكفى يا صقر شدها زين يا ولد فزعت الميتة يا ابي حير ام حلها جايك 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 دقيقة دقيقة يلا روح ركبوه 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 يا شباب ولد ركبوه ركبوه الرجال
مهندس. اركب يا محمد. شد بس سعد. وصلناك وصلناك، اللي جاك ارض واللي جاك بحر واللي جاك جو. ربعك معك ربعك معك، تكفى يا محمد تكفى يا محمد. اوه يلا قم. لا لا ذكرتك دي. انا وين اهمزها لك؟ بك لا لا. اي تكفى يا ابو. وين هي؟ تكفى انوار. كم ساعات واصلين؟ تكفى انوار. تكفى اي انوار. تكفى انوار. ما ابغى ابشر بالسالفه. تكفى يا انوار. لا 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 لا. معني الله لا يعزك ويعيد مزحك. السلام عليكم. والله يا فيني خير. هي ايه والله هذا الدوران خلاص خلاص. هي ايه ابو واحد يضيع واحد ولا لا تقعد تدبر. اقول والله هي محمد محمد والله هي والله يا قد هوزت المايك طفى ولا عاد هو شغال ولا مايك دي قالك اسبح لين 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 تمشي بالليل بكره اني اغرق ناني صقري تلحق ذيب. لا والله لا طاق من نوار في اليابسة في اعود له في الماء يا رجل سندباد. لا لا شفتوا الجني ده لا 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 هذا لون. يلا كانكم البحر وانا بحث عليكم حصى. لا ابدك لا ابدك. اي تكفى قول انا متضايق. وش فيك؟ ضايق انا ضايق الحين. وش في ضايق؟ ضايق من وش؟ طيب ناظر وجهك في الماء ناظر. لا ناظر ناظر وجه حبيبي الصقري هنا. زين ناظر وجه حبيبك الصقري. ما شفت بالله ما شفت قنفذ البحر. ابكيك يا ذيب. كان يطلبك من ليلي كان يطلبك من ليلي يا ذيب. مش عندي مش عندي. تكفى يا ديب تكفى يا ديب. من امس من صلاه الفجر ولا اطلبه ولا في حيله. اقرب انا ابيك تقرب. انا ابيك تقرب. السلام عليكم. انا ابيك تقرب. انا لا ده شطفه. كم ماشيين كيلو؟ شاطف اذا انطل انا نطلع هذه ايش دراها؟ يحرمونك من البث. انا كيف كيف بعيش الليله بدون ذيب؟ انا كيف بعيش الليله؟ هذا انت فصدق كيف بعيش؟ عاد امون على ذيب. ذيب ما ذيب امون عليه. هذا هالميان اللي كذا انا امون على ذيب. فما ذيب امون عليها. ديب هم ديب لا صفقني اقول صفقني ماشي شرها علينا. جايين جايينك عشان تفضفض. راح انقلع انت وفضفضتك. راح راح انت يا الثاني ما استفدت انت تفضل انت لا جينا خلاص بمثبتك انت وياه وقف لي مع الباب بعد بكره ما ادري بكره. يلا صباح الله خير ما ادري تمسوا على خير. صلاه الجمعه يا رجال يلا. أحب الليل والسهرة على شاطئ بحر عال. أحب الليل والسهرة على شاطئ بحر عال. على ضوء القمر نجلس على شاطئ بحر جدة. والحين داري يعني مو حط المايك في الماء يعني بين يطلع عليه صوت. لا يا وجودي على شامة بحار جدة. شكلهم يقولوا لي طلع تلحق انت الثاني. ما ابغى. لا سوري لا 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 بعد بعدنا 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 حتى لو تروح تسوي فزع. احنا طلعنا طالعين طالعين. تعال خلنا البركن تعال عنده ولا يا وجودي على شافة بحار جدة. صارت بس مدير خان خاني با ايوه صبر خاني خاني لا 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 خاني خاني ابدكن هلك صح خاني انا اول عشان الوزن ايه خاف ان ذا شفاف والله ما ادري تكفى يا ذي تكفى يا ذي تكفى يا ذي لا لا قل عافي شوف 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 راح امورك طيب والله في ذمتك نط ووقع على طول خلنا نشيك خلنا نشيك على انفسنا
تبي ينحاش. هات ايدك، هات ايدك. يا ذلمة كلها عندنا. طمرني عندك. خلي منها للعطش.